السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا سهل وسريع، وان شاء الله هتبقى الغرزة سريعة قوي معاكم وهتعجبكم كمان. نشتغل مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مثلث بغرزة مفرغة، هنشتغلها بالأعمدة بلفتين، وهنشتغل كمان التزيين بتاعها في منتهى البساطة، شغل الغرزة وشغل التزيين. ولو دي أول مرة بتشوفوا القناة وعجبتكم يبقى تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. تعالوا اول حاجة نشوف الخيط اللي هنستخدمه. الفتلة اللي معايا دي فتلة متوسط، لكن انتوا تقدروا تستخدموا اي سمك خيط مع الغرزة دي، يعني انا بفضل الفتلة المتوسطة. وبعد كده بتشتغلوا بالخيوط اللي انتوا عايزينها، حتى لو كانت خيوط جنجا برضو هتبقى جميلة. ودي الابرة بتاعتي هنا رقم 4 ملم، بس يعني هنا ياريت ما تطلعوش بمقاس الابرة كتير عن سمك الخيط، لان الغرزة مفرغة زي ما بقولكم، فيعني يبقى الشكل واضح حتى لو كانت الغرزة فيها فراغات كتير. يلا نبدأ ونقول بسم الله. هنشتغل الشال من عند قاعدة المثلث لرأس المثلث. اشتغل اول حاجة كده دايرة سحرية، ادخل جواها واخد الخيط وارتفع 1 2 3 4، 4 سلسلة اعتبرهم عمود بلفتين، وازود 3 سلسلة دول معايا فاصل كده، يبقى انا ارتفعت 7. بلف لفتين، هدخل جوه الدايرة السحرية وهشتغل عمود بلفتين، ادي كده عمود بلفتين، وهكمل العمود بلفتين رقم 2، تمام كده، والعمود بلفتين رقم 3، 3 عمود بلفتين، هي هتبقى المجموعة ثابتة كده. بعد كده 3 سلسلة هلف لفتين، وفي نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفتين، 1 ودي كده 2، والعمود بلفتين رقم 3، لفتين وكمان لفتين. يبقى احنا كده اشتغلنا هنا صدفة 7 سلسلة في البداية، وهقفل طبعا بنفس الطريقة. ادي الصدفة بتاعتي 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود، هرتفع 3 سلسلة علشان نبقى قفلنا السطر زي ما بدأنا، الف لفتين وفي نفس المكان هدخل وهشتغل عمود بلفتين، وبس كده خلصنا الخطوة الأولى. هنا بنشد طبعا طرف الخيط، خلاص خلصنا وبس كده. ايه دي الشكل الغرزة من تكرار سطر واحد بس. برتفع للسطر الجديد 1 2 3 4، بعتبرهم عمود بلفتين، وهزود 3 سلسلة دول هيبقوا فاصل كده، يبقى انا ارتفعت 7 سلسلة وبلف الشال. وهنا هبدأ شغلي، هلف لفتين وهدخل هنا في اول فراغ وهشتغل مجموعة الاعمدة اللي هم 3 اعمدة بلفتين، 1 2، ادي كده نطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، والعمود بلفتين رقم 3، ادي 3 اعمدة. ونشتغل هنا الفراغ او الفاصل 1 2 3، لسه هنكمل 4 5 6 7، 7 سلسلة بشتغلهم، وهتنقل هنا عند منتصف الشال بلف لفتين وهشتغل الشكل ده، او يعني شكل الصدفة هنا في الفراغ، شكل الصدفة كامل اللي هو 3 عمود بلفتين، وهتبقى الخطوة دي ثابتة معايا دايما في منتصف الشال. وادي كده رقم 3، 3 عمود بلفتين فاصل 3 سلسلة، وفي نفس المكان هرجع اشتغل 3 عمود بلفتين، 1 2، والعمود بلفتين رقم 3، وخلاص كده اشتغلت هنا الصدفة. وهكمل شغل على الناحية التانية من الشال، الفراغ ده هرجع اكرره هنا 1 2 3 4 5 6 7، وهلف لفتين على الإبرة، هكرر المجموعة دي هنا في الفراغ ده، اخر فراغ معايا في السطر، هدخل وهشتغل عمود بلفتين 2، والعمود بلفتين رقم 3، ويعني في نهاية كل سطر بنهي زي ما بدأناه، بشتغل 3 سلسلة. انا كنت بدأت هنا ب7 سلسلة، ودايما هقفل 3 سلسلة وعمود بلفتين، بس هنا عايزين نعد من على السلاسل، بعد كده 1 2 3، وبدخل في السلسلة رقم 4، ندخل تحت لفتين خيط،
دخلنا كده في السلسلة الرابعة وثابتين على الخطوة دي، ونشتغل عمود بلفتين، ويعني ريحوا العمود هنا شوية في نهاية السطر، وادي شكل السطر خلاص نهيناه. برتفع للسطر الجديد، 1 2 3 4، بعتبرهم عمود بلفتين، وبزود 3 اللي هما الفراغ بس. طبعا انتوا خلاص بترتفعوا 7 على طول كده لكل سطر جديد، يعني من غير ما هتعدوا 7 سلسلة لكل سطر جديد، وادي الشكل لحد دلوقتي. تكرار سطر واحد الغرزة، بعد ال7 سلسلة بلف لفتين، وفي اول فراغ هيقابلني بشتغل 3 عمود بلفتين، ادي كده 1 2 والعمود بلفتين رقم 3. خلصت كده مجموعة الأعمدة. برتفع الفراغ بتاعي 1 2 3 4 5 6 7، وعندي هنا فراغ تاني اللي هو فراغ ال7 سلسلة، بلف لفتين، هدخل تحت الفراغ ده وهشتغل 3 عمود بلفتين. وعلى قد ما تقدروا يعني حاولوا تشتغلوا ال3 أعمدة في منتصف الفراغ، ادي لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، ادي كده 3 أعمدة. نرجع نرتفع 7 سلسلة، وهنا وصلنا عند منتصف الشال عند رأس المثلث، بلف لفتين، والخطوة الثابتة معايا هنا في منتصف الشال شكل الصدفة، بشتغله في الفراغ بتاع الصدفة بنفس الطريقة، ادي لفتين، بدخل هنا وبشتغل 3 عمود بلفتين، ادي رقم 2 ورقم 3، والفاصل 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ وبشتغل 3 عمود بلفتين. طبعا دي من الغرز السهلة قوي للمبتدئين، والتزيين كمان يعني هيبقى عبارة عن تزيين بالسلاسل وبس. ادي كده شكل الصدفة خلاص خلصته، شكل ثابت معايا في منتصف الشال، وادي الفراغات ثابتة معايا 7 سلسلة، ومجموعات الأعمدة هنا بقى عندي 2 بنفس الطريقة، هرجع ارتفع 7 سلسلة، وهنا في الفراغ فراغ ال7 سلسلة هشتغل 3 عمود بلفتين. لو أول مرة طبعا تشوفوا القناة، في تفضلوا يعني ارجعوا للفيديوهات القديمة، هتلاقوا فيديوهات كتير لشغل الشال المثلث أو المستطيل، شغل كتير فيه تفاصيل وشغل فيه غرز سهلة زي دي، فإن شاء الله يعني كله يعجبكم، وكمان تجربوا منه الفيديوهات اللي تكون سهلة عليكم لو مبتدئين. هنا خلاص بنهي السطر زي ما بدأناه، آخر مجموعة هشتغلها في آخر فراغ، بلف لفتين، وهنا بشتغل 3 عمود بلفتين، ندخل كده ونشتغل لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، وادي العمود رقم 2 واخر حاجة العمود بلفتين رقم 3. وزي نهاية كل سطر بشتغل هنا 3 سلسلة، 1 2 3، واقفل بعمود بلفتين هنا على السلاسل دي. بدأنا ب7 سلسلة، بلف لفتين وبعد كده من على السلاسل 1 2 3، وبدخل في الرابعة، يعني انتوا هنا هتلاقوا وش السلاسل ليكوا فبتبقى باينة، تعدوا بسهولة كده ونشتغل عمود بلفتين، والشغل ده هيبقى هو قاعدة المثلث. لو حابين طبعا تشتغلوا عليه ممكن تشتغلوا عليه سطر حشو او منزلقة اللي هي القاعدة بتاعة المثلث في الاخر خالص بعد ما تخلصوا، وهي دي الغرزة وهو ده السطر اللي بنعتمد عليه. يعني انا هرجع تاني ارتفع 7 سلسلة للسطر الجديد، وبلف الشال ونفس البداية في أول فراغ هيقابلني، بلف لفتين وهشتغل هنا 3 عمود بلفتين. خلاص كده كملتهم 3 عمود بلفتين، وبنفس الطريقة بشتغل الفراغ، أنا مرة بشتغل مجموعة أعمدة ومرة بشتغل الفراغ لحد ما بوصل عند رأس المثلث. وبسرعة هنا كده خلصت ال3 أعمدة بلفتين، أرجع تاني أكرر الفراغ أو الفاصل 7 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي هلف لفتين وهدخل واشتغل 3 عمود بلفتين، وكده خلاص خلصت ال3 عمود، بشتغل الفراغ بتاعي 7 سلسلة، وخلاص ده آخر فراغ. وصلنا هنا عند رأس المثلث، عندي هنا مجموعة واتنين والتالتة، وادي رأس المثلث
بلف لفتين وبشتغل هنا نفس الشغل اللي هي الصدفة، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. ادي 3 سلسلة وفي نفس المكان ارجع اشتغل 3 عمود بلفتين. ادي العمود رقم 2 واخر حاجة العمود رقم 3. لو عجبتكم الغرزة دي وجربتوها هتلاقوا شغلها ان شاء الله ممتع. يبقى انا كده ادي منتصف الشال، الناحية التانية هكرر نفس الشغل اللي اشتغلته وارتفع شوية بالسطور وارجع لكم نشوف خطوة التزيين النهائي مع بعض. هكمل وارجع لكم. ورجعت لكم هنا ارتفعت شوية بالسطور، يعني للي بيحبوا الغرز المفرغة. وادي شكل الغرز، ان شاء الله هتبقى مظبوطة معاكم جدا وتجدها مضمونة. ادي منتصف الشال وكمان شكل الشغل بالأعمدة بلفتين حلو، قاعدة المثلث مظبوطة. لو حابين تشتغلوا عليها زي ما قلت لكم سطر حشو يعني هتبقى اضافه كويس، بس متزودوش يعني عن غرزه الحشو، مش عايزين غرز مرتفعه وهي الغرزه نفسها شكلها بسيطه، فنحافظ على البساطه دي. هبتدي من هنا ارتفع 1 2 3 4 5 6 7، يعني زي ما برتفع لكل سطر جديد، وهلف لفتين على الابره وادخل في اول فراغ واشتغل 3 عمود بلفتين. خلاص كده اشتغلت 3 عمود بلفتين، هرتفع بعدهم 1 2 3 4 5 6، 6 سلسلة بس، وهزود عليهم سلسلة دي اللي انا هشتغل فيها. ادي سلسلة وبحط كده ايدي على السلسلة دي وبزود هنا 1 2 3 علشان اشتغل بيهم غرزة البيكو. هرجع كده للسلسلة، خلينا نقول رقم 7، وهشتغل منزلق. بس انا كده قفلت غرزة البيكو، هرجع تاني بنفس العدد 1 2 3 4 5 6، 6 سلسلة غرزة البيكو، 6 سلسلة، وهروح على أول فراغ هيقابلني اللي هو فراغ ال7 سلسلة. هدخل كده في منتصف الفراغ ونظبط ايدينا ونشتغل غرزة حشو. ادي كده غرزة حشو، وادي الشكل اللي انا اشتغلته، هنعتمد على الشكل ده. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6، وهنكرر نفس الشغل على كل الفراغات. هزود سلسلة واحدة علشان اشتغل فيها، بحط ايدي عليها وبزود 3 سلسلة علشان غرزة البيكو. برجع يعني بفوت 3 سلسلة وبرجع كده وبشتغل هنا غرزة منزلقة، وكده انا قفلت غرزة البيكو. وادي الشكل لسه برضو هيبان معانا كده، 1 2 3 4 5 6، وعلى طول هروح على فراغ ال7 سلسلة اللي بعده. ندخل كده ونشتغل غرزة حشو، يدي كده غرزة الحشو في منتصف الفراغ، وبعد كده نشد كويس. شراشيب بسيطة جدا جدا، هتبقى كمان موفرة للخيط قوي. انت ممكن تحتاجه للشال المقاس المثلث بالغرزة دي، ممكن تحتاجه تقريبا 4 شلات خيط. نزود كده 3 سلسلة ونرجع تاني نشتغل منزلقة، وارجع تاني ارتفع 6 سلسلة علشان اتنقل للفراغ اللي بعده واقفل بغرزة حشو. وهفضل ماشية كده بنفس الطريقة لحد ما هوصل هنا عند منتصف الشال. نفس الشغل ده مش هياخد وقت معاكو خالص. وادي كده الشكل، ممكن برضو في غرزة البيكو تثبتوا واحدة لولي او اي احجار انتوا بتحبوها او كريستال، يعني ممكن اي خامات انتوا حابين تضيفوها للخطوة دي. وصلت هنا عند رأس المثلث، مشيت كده بنفس الطريقة سلاسل وغرز بيكو، وصلت هنا اشتغلت غرزة حشو، وقفت هنا عند رأس المثلث. وتعالوا نشوف هنشتغل ايه في الخطوة دي. بعد ما اشتغلت خلاص كده غرزة الحشو، هرتفع من هنا 1 2 3 4 5 6، وهروح على الفراغ بتاع الصدفة هنا في فراغ ال3 سلاسل، بلف لفتين وهدخل هنا وهشتغل عمود بلفتين كده رقم 2، والعمود بلفتين رقم 3، نفس شكل الصدفة. بس هنا انا هشتغل بعد ال3 اعمدة هشتغل سلسلة واحدة بس، ودي كمان سلسلة علشان اشتغل فيها غرزة البيكو، وهزود ال3 سلسلة اللي هما بتوع غرزة البيكو، وهرجع للسلسلة اللي انا زودتها وهشتغل منزلقة بنفس الطريقة. اشتغل سلسلة واحدة وهنا هشتغل ال3 أعمدة في نفس الفراغ بتاع الصدفة، 3 عمود بلفتين.
وكده احنا خلصنا شغلنا عند رأس المثلث بالطريقة البسيطة دي. استخدمنا برضو جرسة البيكو واشتغلنا شكل الصدفة زي ما هي، وهكمل بنفس الطريقة كده على الجانب التاني. وخلاص كده وصلت لحد نهاية الجانب التاني، ادي اخر فراغ، واشتغلت 3 عمود بلفتين، وطبعا في النهاية 3 سلسلة وعمود بلفتين زي ما بدأت هنا السطر. غرزة جميلة وسهلة وان شاء الله هتعجب، واكيد انا مستنية برضو تقولولي رأيكم في التعليقات، وكمان اكتبولي في التعليقات انتوا بتتابعوني منين، واهلا وسهلا بيكم من كل مكان. وان شاء الله الغرزة دي تكون عجبتكم لو مبتدئين وتجربوها على طول. ولو كنتوا لسه ما عملتوش لايك على الفيديو يبقى انزلوا دلوقتي اعملوا لايك، وكمان اعملوا مشاركة مع كل اصحابكم علشان الكل يستفيد والقناة توصل لأكبر عدد. وكده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، نتقابل على خير في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله.